مساء الخير ومرحبا بكم معنا. كنرحبوا بكل حباب معنا اليوم في حلقه جديده من برنامج فن طياب مع دامتي. البرنامج طبعا ايها الاحباء اللي كنقدموا فيه وكنقترحوا عليكم في كل حلقه من حلقاته وصفات جديده، وكذلك كنتعلموا من خلاله وكنتعرفوا على قواعد ومهارات الطبخ العالمي رفقه طبعا شاف خالد زاهر. اهلا بك. شكرا لك عماد ومرحبا بك، ونهار كبير هذا. الله يبارك فيك كذلك. فالحمد لله هناك واحد ردود فعل جميله وقويه من الجمهور اللي كيتابعنا عبر الموقع ديال fantiab.com. فكنبغي نقول لكل من يتابعنا فبامكانكم كذلك انكم تشاركوا معنا ايها الاحباء في البرنامج من خلال انكم تبعثوا لنا بطلب ديالكم على الرقم في الواتساب الماثل امامكم، وتكونوا كذلك فائزين بقسمة شراء إن شاء الله. غنتعرفوا على كل هذا طبعا اليوم، أكيد غادي نتعرفوا على وصفة من الوصفات الخفيفة اللي ممكن أن نستعملوها في الدار، في البحر، في الغابة، إلى غير ذلك. بالنسبة لهذه الوصفة سعيمات، هذه الوصفة خفيفة ولذيذة وكيبغيها صغير والكبير بطبيعة الحال. شنو اللي هي، شنو اللي باش نعرفوا الوصفة ديال اليوم؟ شنو الوصفة ديال اليوم؟ هو واحد الكراتان ديال الخضار اللي غادي يكون غادي يرافقنا، وضامتي تبرعت علينا بواحد البيشاميل اللي هي كما كتشوف معايا، اللي سهله ولذيذه. طبعا غادي نبقاو معاك لان غنتعرفوا على المكونات ديال هذه الوصفه، هذه الكراتان بالخضر، بعد ما اننا نتعرفوا على العائلتين المشاركتين والمتباريتين معنا في حلقه اليوم. نمشيو مباشره لبلجيكا، فمعنا مراد وحنان. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بك سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلشي بخير هانيه. الحمد لله ربي يخليك. مراد بعد شويه باش نشوفوك مزيان هكذاك هكذاك اخاي ديالي. مراد انت الاصل منين هنا في المغرب؟ الاصل من فريدكا. فريدكا في كازا. ايوا هذا الاصل فريدكا، ولكن نعم كبر في كازا، يعني كازا بلانكا. وحنان؟ حنان كازا كازا كازا. الوالد حريزي. داكور تبارك الله عليك. وانتم بالضبط شنو المدينه في بلجيكا؟ البيك. البيك محسوب على فراكسيون كوربيك. دونك في فلامون ولا لي والون كتهضروا بالفلاميه تما ولا لي فلامون؟ داكور. يا غادي تعلمنا شويه الفلاميه اليوم. غير مولادي. تبارك الله ما شاء الله. عندك ربعات وليدات ياك؟ بلال. الو قدموهم ليا قدموهم ليا. فوالا هذا بلال. هذا عمار. ايوا عمار. بلال تبارك الله. شيماء نور. نور الايمان. الله يخليهم لكم مزيان. هما دابا اليوم شاركوا معنا. عندنا واحد اخر سميتو كرام، غير ما كاينش معنا دابا. داكور. الله يخليهم لكم. وهما انتوكا اليوم غادي يعاونوكم في الوصفه اللي غيقدم لنا الشيف خالد زاهر. ضروري غيعاوننا في الماكله. على اني لا توفقتوا اليوم وكنتوا فائزين فغتفوزوا بقسمه شراء ديال 3000 درهم. ما حالفكم شي الحظ، فكما كان الحال غادي تفوزوا بقسمه شراء ديال 1500 درهم. نمشيو مباشره من بلجيكا ونرجع للمغرب والعاصمه المغربيه، العاصمه الاداريه الرباط. اهلا بك سهام، وكذلك الصباح كلشي بخير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. فأنس كذلك أنت ولد الرباط؟ لا أنا أكل ديالي من مرات. داكو. دونك من البلاد ديال الشيف خالد زاهر. مرحبا بك. مرحبا. كاين كل شيء موجود تبارك الله. كاين حتى شي دويره فوق الموتور. الوغ ان شاء الله بالتوفيق. كاين شي وليدات انس؟ باقي حتى. تبارك الله والحمد لله. صافا سي عم مجده، كيدير انس في الطبخ؟ هذاك الشيء ديال البيت. داكور. الوغ يلا مستعدين، غادي نخليكم مع الشيف الزاهر باش مباشره يقدم لكم المكونات ديال الوصفه ديال اليوم. تفضل. المكونات ديال اليوم سي عماد، غادي نحتاجوا واحد شويه ديال الفطر. عندنا بالنسبه للبيشاميل ديالنا غادي نحتاجوا الصلصه ديال البيشاميل دامتي. نعم. اللي سبق لينا حضرناها. ملح، بزار، بصل، زيت زيتون، زبده. نحتاجو واحد شويه ديال السيريز ديال الطوماط. نحتاجو جزر، بطاطا،
واحد شويه ديال ديال البروكلي، غنحتاجو قريعه، غنحتاجو موتزاريلا وفرماج احمر، وغادي نحتاجو الحليبه باش غادي نحركو هذا البيشاميل. برافو على بركه الله. اليوم نشوفوا التقنيه ونشوفوا كذلك هذه المكونات. وانا استعماد نبداو بالبيشاميل ديالنا. غنحتاجو واحد اللتر ديال الحليب، غنديرو في واحد الطنجره طيب، يعني بحال كتغلي الحليب ياك صافي. خلوا هذا الحليب يطيب، من بعد ما يطيب غنضيفوا عليه البودر ديالنا وندوزو نقليو البصله. نعم، ندير واحد شويه ديال الزبده، واحد شويه ديال زيت الزيتون. نحطو مقدار ديال البصله ديالنا، طبعا انا كنشوف المشاركين ديالنا تا هما غاديين بواحد التقنيه، غاديين واحد تيشوف اشنو كيدير الشيف خالد زهير، يدير واحد والاخر شويه ديال الملحه كيشتغل ديال البزار. نعم، ملحه وبزار. نحاولوا نوجدوا الشامل ديالنا ونقطعها بهذه الطريقه. بعد هذا البيشاميل سي عماد، نعم سهلت علينا، نديرو الدقيق الزبده، كنطيبو الحليب ديالنا ديريكتومو وكنضيفو عليه هذا الخليط اللي كيعطينا واحد الخليط اللي هو زوين ديال البيشاميل، وكيسهل علينا من الوقت. كاين اللي ما عندوش الوقت يقول لك بيشاميل غتاخذ معايا الوقت. دابا الحمد لله ضامتي. كاينه الطريقه التقليديه اللي بغيتي تصوبها مثلا؟ نعم، حنا باش نعرفوا هذه التقنيه مثلا التقنيه الحمد لله كاينه ضامتي ديال البيشاميل التقنيه راه معروفه. الزبده ولا فاغين كيتحمروا كتضيف عليهم الحليب والفخوماج. فوالا داكو، غير هي باش تبقى تحرك الزبده وتحرك لا فاغين ديالك، وهذا ضامتي سهلات الماموريه. كيطيب الحليب كتضيف عليه اي وجده، كتشحرها واحد 2 مينوت تتكون وجده عندك ان بيشاميل. دونك غير ما بغاش يصوب، غير ما بغاش يبدع في ودابا الوقت كتطور اسي ما درا لا. واللي مزيان اللي عجبني هو كاين الناس ربما اللي كيبغيو مثلا بحال دابا الاكله ديال اليوم هاد الكغاتان بالليغوم ولا بالخضر، فهو خالي من اللحوم. نعم، خالي الخضار 100% وكل شيء طبيعي. الخضار ديالنا هما لي سوريز طوماط بصيله، هي بانت لي هذيك الكوزه غادي تستعملها. هذه الكوزه غادي نطلعوا بها هذا البيشاميل، غادي نديروا واحد اللمسه ديال الكوزه كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع للبيشاميل ديالنا. هكذا عطينا التقنيه، غادي نزيدوها. انا جايك اسجي، ما تدخلش علينا، ما تزربش ما تزربش، عطيت ديك النكته ديال ما تزربش. انا اونطوندو، انا قلت قبيله المشاركين ديالنا، لان باش انت تقدر، لان انت غتمشي بالزربه في تقطيع هاد الخضر، قلت لهم هما اصلا حاولوا تقطعوا الخضره قبل، لان الشاف كيمشي بسرعه. دونك سي بون. اناس بنتي ليا فاهم الامور، عندك شي سؤال؟ سي بون فوالا. حنان عندك شي تساؤل، شي سؤال ولا شي حاجه؟ الامور واضحه عندك؟ لا الامور واضحه الحمد لله. غير هي الزيتون حتى دابا سمعتوني صوتو دابا. لا ما جبدناش في الزيتون، عندنا في المخيله ديالك الزيتون، حنا ما جبدنا حتى شي زيتون. لا لا فوالا. دونك كما كتشوفوا غنتبعوا الطريقه والتقنيه ديال الشيف خالد زاهر. دونك الخضر اللي عندنا اليوم انت اختاريتي خيزو، القرعه، البروكولي والبطاطا، دونك ممكن تزاد شي حاجه اخرى؟ ممكن تزيد الدنجال، تزيد لي زيبينار، تزيد جميع الخضر يمكن تدخلهم في هذه الوصفه هذه. داكور. وكاين اللي ما كيبغيش دابا جميع الخضر، كاين اللي ما كيبغيش الكورجيت يبتلها بالدنجال، كاين اللي ما كيبغيش الجزر يبتلو بشي حاجه، الا حنا كنعطيو الفكره. فوالا، وانت تتولي مع راسك، يولي المشاهد والمتتبع واسع النظر. واسع النظر، هذا الشيء اللي كاين. السيمات السيمات البصله كيبان لي نكتفيو بهذا القدر هذا. غنعزلوها فوالا، نزيدو واحد شويه ديال الزبده.
شويه ديال الزيت هذا الطريقه نديرو خيزو دونك تمشي بحال هكا صوتيت من الخضره ها هي حنا كن دابا هاد الخضيره هادي ملي كتشيحها واحد شويه مع الزبيده ومع واحد شويه ديال ديال البزار واحد شويه ديال الملحه كتعطينا الكراتان واحد 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 النكهه خاصه غير وهي كتصف ديريكت تدخل الفران داكو يعني ملي كتشوح هاد هاد الشويحات نقول لها الشويحه راه هي اللي باغي دابا انا كنضحك عليك عرفتيني عرفتي بيا هكا دابا شافني غتجيني الضحكه بغيت نعرف شنو هي الشويحه هادي عندكم مراكشي ولا لا 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 هادي عامه كاينه هادي كاينه حتى في الشرق بنشيح يعني حنا كنقولوا كنشحروا كنشحروا فوالا فوالا علاش اللسان كيخطف بعض المرات لشي يعني كتش حركه شي حاجه وي سيدي كل واحد يقول المهم المهم هو اننا نوصلوا المبتع والفكره توصل للمشاهد ولا سيمات خيزو شتي دابا كيتمارينا وكيتقلى واحد شويه ملي كيعاود يدخل الفران مع البيشاميل ومع المكونات الاخرين كتضاف واحد النكهه خاصه ودابا الهدف ديالنا وهو لي تكنيك من البرودوي ديالنا نحاولوا نخرجوهم اكيد كاين دابا اللي كيسلق كيخوي كيحط كل شيء بحال كيسلق انه ما كيطلعش النكهه من من من, من البرودوي اللي هو خدام به اللي هذيك لا تكنيك اللي مهمه في المطبخ ديالنا جوستومون هذه التقنيه ديالنا وحنا كنشوفوا الطريقه كيفاش كدير هذا كتشيح هذا فوالا كتشيح القدره ديالنا فوالا اختفيوا بهذا القدر فوالا وكتعطي واحد واحد الرائحه جميله سورتو ديك البصله ملي كدات فيها انت راه درتي كل حاجه بوحدها كل حاجه كنديروها بوحدها دارك اون اتوندون انت دابا تدير القرعه نعاود نرجع انا عند المشاركين والمتبرعين ديالنا فوالا دونك انس غادي مع الشيف هو هذاك غادي بالنسبه لي كذلك سواء انس سواء بالنسبه لمراد دونك سي بون شتو الطريقه شتو لا تكنيك اللي تيدير الشيف ياك Voilà, vous avez fait un peu de haka, comme des fois, n'est-ce pas? Vous avez fait la couleur, mais vous avez fait la couleur, vous avez fait la couleur, vous avez fait la couleur, vous avez كتسناكي كتسناكي عقلتها وكتقيس زوينه هاد قدك حنا كنسميو واحد في الميدان اللي اشتغل فيه كثير سنوات طبعا الميدان ديال الثقافه والفن والموسيقى حنا كنقولوا شي واحد الصوت ديالو كيقيس يعني تيكون اكثر من انه كيوصل كيقيس هذا سي حنا عندنا في لغه الموسيقى هذا اكثر استاد يقدر يوصل ليه الانسان هو انك يقيس بالاحساس ديالو وبالصوت ديالو هنا كما كتقول كاين تبارك الله كما قلتي السهمات كيقيس بالمشاعر ديالو كيقيس بالفن ديالو يقيس بشي حاجه فعلا هاد كلمه قيس راه عندها بزاف ديال المعاني وبزاف ديال الحويجات فوالا دير واحد شويه ديال البزار شويه المليحه عاوتاني فوالا هاد الكراتان السيما راه كيجي هائل جدا لو باين وصحي فوالا يعني زويدة العود زبيدة شفتوا بهذا القدر هذا حقيقة خصنا نزيدو نتعلمو أكثر وأكثر أننا نصحو وليداتنا باش ياكلوا الخضار بزاف ياكلوا الخضرة لأنها مهمة جدا حتى الأخطاء اللي ما كندرناها حنايا في صغرنا وما كناش كنعرفو ما كناش كناكلوا الخضره كثيره هو هذا واقع هذا حقيقه ولكن من بعد الانسان خصو السؤال يتدارك دونك هنا كنصح الاجيال الجديده باش تبقى الفلت وتبقى الصحه مزيانه دائما اكثر من الخضر والفواكه طبعا هاد الوصفه السعيمات كتجي لذيذه وكيحبوها الاطفال هذا لانه كتجي لذيذه بزاف تيحبوها لا الكبار ولا الصغار لانه هاد البيشاميل كتعطي واحد واحد المذاق زوين فوالا ديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون
نضيفوا هذا شويه ديال الزبده اللي بقى لينا. نضيفوا الفطر ديالنا. هذا الفطر حتى هو اللي فيه واحد فيه فوائد عديده. نعم. دونك الفطر طري سي دي شامبينيون فري. نعم. ولا ما كانش عندك طري تقدر دير هذا اللي في الكونسير. قدرت تستعمل الكونسير لي بواط. كنضيفو عاوتاني مليحة صغيورة شوية ديال البزار. وتنظن هاد القضية ديال الشامبينيون فخي ولا موجود في زعما باغتو كاين. هو الانسان ما غاديش يحتاج منه بزاف راه غير واخا غير جوج ولا شوف بكل صراحة استعماد بلادنا تطورت واحد التطور اللي هو جميل بصراحة. الفلاحة ديالنا راه تطورت بواحد الشكل هائل ولينا كننافسوا دول أوروبية ودول متقدمة في المجال ديال الخضروات ديال لأنه تبارك الله ولا عندنا كل شيء الحمد لله. الفطر طول العام دابا كاين كل شيء. أسواق ديالنا الحمد لله كل شيء موجود. فوالا فوالا الفطر ديالنا هو وجد طوطا هويا. وطبعا حنايا الهدف ديالنا هنايا في البرنامج ديال فنطياب مع دامتي هو اننا رفقه الشيف خالد هنا كنحاولوا نقترحوا عليكم بعض هاد الوصفات اللي هي يعني 99.99% في متناول الجميع. يعني ما كنحاولوا كندرسوها مزيان باش ما تكونش الكلفه غاليه باش اي واحد ممكن يستعملها. طبعا لا الهدف ديالنا هو نبسطوا هادشي الحمد لله. المغاربه راه تبارك الله كل واحد تبارك الله فنان في الكوزينه ديالو كيعرف كيفاش يتعامل مع الكوزينه ديالو كيخرج حوايجات زوينين. حنا هي كنتقاسم معاهم بعض الافكار اكيد. وما تبارك الله راه ربات البيوت والمغاربه تبارك الله راه الطبخ ديالهم راه من داك الشيء الرفيع وكلهم تبارك الله كيعرفوا يطيبوا وفنانين. غير حنا لحبه كنعاودوا نوصلوا بعض الفكر جديده وتقنيات جديده وهذا هو هدف البرنامج. وسيرتو كنتجهوا لواحد لا نوفيل جينيراسيون دونك مازال دابا حنا بطبيعه الحال حنا الوالدين ديالنا والامهات ديالنا وداك الشيء كانوا تبارك الله كلهم مبدعات وحتى ولكن كاين اون نوفيل جينيراسيون لان مع الوقت ما بقاش وداك الشيء شويه ناقص ما كيطيبوش بزاف. بحال دابا انا سولت انس بالنسبه لكم كتلقى الوقت انت دابا كتعاون المدام دائما في الكوزينه ولا غير مره نعم دونك لا بلوبار دو طون هي اللي كطيب. لا بلوبار هي اللي كطيب نعم. وبالنسبه لك مراد الوغ كيفاش كان دابا نتوما بخصوصا شحال دابا نتوما عايشين بعدا تما في الديار البلجيكيه؟ دابا حنا لا اوكي يلا نعود مع الشيف خالد. سي عماد بعد ما طاب لينا الحليب ديالنا هو كما كتشوف الحليب ديالنا طاب غادي ناخذوا بهذه الطريقه ساشي ديال صلصه البيشاميل وكنضيفوها بهذه الطريقه وتنحركوا فاصون صلصه بيشاميل دامتي راه موجوده في جميع الاسواق حتى كذلك حتى برا حتى يعني بالنسبه لمغاربه العالم والجاليه المغربيه اللي كيتابعونا في هذا البرنامج هذا فممكن راكم كتلقاوه بيان سور ثم عارفين في كتلقاو لي برودوي ماروكان بيان سور. ايوا الطريقه راه جد سهله ومزيانه. اللي كنضيفوا الساشي ديالنا كنبقاو نحركوا ولا حبه كما قلنا غادي نديروا واحد تنغيمه بعد الكوزه فوالا اللي كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين صافي ونبقاو نحركوا شتا هاد الكوزه هاد الريحه هادي اللي طلعت السيم هادي نشوف هاد الكوزه هادي يا سلام. كنبقاو نحركوا الخضوي ديالنا بعد كما كتشوف معايا لابيشابيلا هي وجدات واحد النسمه اللي هي تبارك الله طالعه واحد الريحه زوينه. غندوزو لعمليه الكارنيتور
ناخذوا البلا ديالنا اللي هو هذا نعم ونبداو هذا بالطريقه هي قاتل البطاطا كديرها بحال كدير دي زيتاج ديال هي طبقات ديال الخضر هكا نعاودو نديرو كنحطو كما بغينا الطريقه هي كتجي مزيانه بحال هكذا خلطو ناخذو الشامبينيو ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا فوالا عاد كنجيبوا هذه البصيله هي الاخرانيه كنوزعوها على جميع البلايصات بحال هكا باقي لينا دابا غادي نزيدوا البروكلي اللي هو خليناه ما دوزناش في علاش بقى خضر كيبقى فريش ملي كتقطع كتبقى في حاجه كيبقى فري فوالا نحيدك هذه صافي ما تقول اييه شكرا سيمات كما كتشوفوا معايا حطينا الخضيره ديالنا بهذه الطريقه هذه طريقه سهله ما تحتاج لا تكنيك لا 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 تستاف لا لا حتى شي حاجه كتحط كما بغيتي كما قلنا كن ناخذوا القرنبيط اللي هو البروكولي القرنبيط اييه اللغه العربيه اي طبعا صحيح طبعا بحالك فوالا حيت كيقولوا كيستعملوا بعض مرات المغاربه هذه كلمه القرنبي شي واحد كيكثر من الهضره بزاف فهمتي هذا القرنبيط دابا هذا اللي كيكثر الهضره عطيه بزاف البروكولي يقول ليه لا كاين القرص كره عاوتاني ياك اللي بيحلي كتجبدني دابا سيما واحنا كنجبدوك باش تخرج من داك الشيء حنا بغينا داك داك لو كوتي ديالك ديال النكته من غير لو كوتي ديالك ديال المهارات حاضرين استجيمات فوالا وكنحطوا بهذه الطريقه هذه سهله ما فيهاش شي حاجه اللي هي فيها العناء ولا فوالا كما كتشوف معايا صافي كنزيدو السوريز حتى هي بالطريقه بعد ما غسلناها مزيان قيناها ايوا الطبق نعم سيدي دابا هي ديال شي بحيره نعم سيدي هادشي ديال تاخذو في الرمله وفي الرمله نعم سيدي وسهله وديه معاك بحال هكذا باش ما سميتو ديه لا واجد هادشي كتجيب غير المسائل ديال الفرشيت وصافي وديرو في بابي غطي بالالومنيوم وانت واجد دير واحد باراسول وشي كوليسي هو دابا المشكل حنا كنمشيو كنطبرونزو هو كنجيبوه برونزي لانه غيدوز بشعر برونزا وغيدخل غياخد واحد اللويت تبارك الله يا سلام فوالا غندوزو البيشاميل ديالنا هي هادي وغادي نخويو بحال هذه الطريقه هذه فوالا فوالا بالنسبه لكم سواء مراد وانس وصلتوا لهذه المرحله ديال خويتو لا بيشاميل شادين معنا انت كنا شتي معايا انترو جا فوالا كنقيسو غير واحد شويه هكا كما شفتي معايا سي مات انت حطينا المسائل كلها ديالنا كيبقى لينا كنديروا من التحت هذا الفرماج الاحمر داكو هو الاولاني واحد لاكوش بالطريقه هذه دونك يكون ديجا غابي يا اما كترابي عندك في الدار ولا كتراه كيتباع كيتباع واجد دونك الاسواق كلشي سهلات الامور بغيتي ترابي بغيتي ما ترابيش ولكن لا ما ترابيش ولكن ما تزابيش ما تزابيش خليك معنا ما تزابيش خليك معنا شوف واحد الطريقه كيستعملها مراد عجبتني غادي توا غادي بالمهال مع داك كيسقي في داك في الكغاتان ديالو بلا بيشاميل ايوا راه كما سبق ليا قلت السي هذا الاكل عشق ونفس تيكون نفسك زوينه على واحد الحاجه وانت كتضحك وكتصاوبها راه كطلع بنينه وزوينه
وحتى فاش كتبغي تاكلها كتعقل على داك الشيء اللي قلتي وانت كنتي كتصاوب. اكيد كيرجع كاين واحد الميموار صحيح كما قلتي الشيف خالد في اي حاجه كتبغي كتبغي تكون ديرها بمتعه افيك افيك بليزير نعم وانت كتستمتع معها دونك اي حاجه اي خدمه واي هوايه اي هوايه اكتفي بهذا القدر السيمات. انا شنو دابا شنو غنديروا اللي بغينا ندخلوا يتبرونزا كما قلت ملي سالينا غيدخل عما زيد دار لي واحد لومبر من داك الشرف على لومبر ديالو هو هذا كما كتشوف معايا وندخلوه درجه الحراره 180 نص ساعه. شكرا لك شيف خالد. اذا كما كتلاحظوا كما قال لكم غادي نخليوه نص ساعه في درجه حراره ديال 180 ونعود. عدنا معكم أيها الأحباء الكرام ونشوفوا الوصفة ديالنا اليوم غراتان بلي ليغوم فين وصلت مع الشيف خالد زاهر. سي عماد من بعد ما دازت نص ساعة على الغراتان ديالنا داخل الفرن دابا إن شاء الله غادي نجبدوه برونزا. عرفت برونزا مزيان فوالا صافي كما كتشوف معايا كذلك أو ميم طون غادي نطلبوا من المشاركين ديالنا أنهم يجبدوا لو غراتان ديالهم فوالا معايا. أهو يا سلام عليك نحيدك هذي لا لا كنزلو فيها وهي تشيرة سخون هكذاك فوالا الكراتان ديالنا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا كيشهي وهاد الريحة زوينة الصراحة وما احنا مازال احنا باقيين مغديش على اي تنشكرك الشيف خالد تبارك الله عليك والوفاء ديال اليوم السي عماد نتمنى ان الحلقة تكون نالت الرضا والاعجاب ديال مشاهدينا طبعا غادي نرجع مع العائلتين المشاركتين المتبريتين الوغ شنو مازال كديري يا حنان شنو مازال هذا شنو كديروا ليه الفرماج مازال كدير ديجا لي بلا ديالنا ها هما راه واجدين انا كنوجد فواحد لاسو بريفيري ديال الاولاد ديالنا حتى هنايا كتعجبنا فيت في كتتوجد داكور واخا شوف لاسو خليها الوليدات كدبا لا انا مخليها داكور وزدتي عليه شي حاجه بارميجيانو واقيلا وزدتي شي حاجه بارميجيانو جان وي سي بالي بالي طاليانو بيلو مزيان بغيتي كتزيد زين القضيه لا يقدر يزيد اللي بغا ياك ماشي مشكل شي حاجه يديرها اللي بغا الحار بغا يزيد شي اضافه شي كتعجبو راه اناس ورينا 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 لو بلا ديالك يا سلام عليك خليك شويه مازال مخليك خليك ها هما الناس كيشوفوا المشاهدين المتتبعين برافو عليك شكرا لك اناس وشكرا للسهام فوالا ونمشيو مباشره للديار البلجيكيه وتحيه للمغاربه العالم فنشوفوا لو بلا ديال اناس وحنان فوالا حنا تنشوفوا برافو عليكم شكرا لكم بزاف ان شاء الله تكونوا محظوظين وفائزين معنا في حلقه اليوم شكرا العائلتين المتبريتين شكرا لكم انتم شكرا الشيف خالد بالنسبه للسي عماد انا كلشي كنعتبره كلشي فائز في هذه الحلقه هذه وفي الحلقات الماضيه لانه تبارك الله كل واحد كيدير واحد المجهود اللي هو زويين وعندي انا كلشي فائز صراحه الله يبارك فيك ان شاء الله نتلاقاو مع وصفات جديده ان شاء الله بحول الله كذلك بغيت نذكركم بانكم كلكم ممكن تكونوا فائزين معنا في البرنامج من خلال انكم تبعثوا لنا الطلب ديالكم على رقم الواتساب الماتل امامكم وكذلك الى بغيتوا تشاركوا بحال الحلقه ديال اليوم تقدروا تصوبوها وتصوروها بتيت فيديو وتصوفتوا لنا على الواتساب وتكونوا فائزين بقسم شراء ديال 1000 درهم أحبائي إلى اللقاء